السلام عليكم. أكد المستشار النمساوي كورت معارضة بلاده لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات الطاقة النووية. وأبلغ المستشار النمساوي رؤساء وزراء كل من التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا خلال اجتماعه بهم في براغ بأن بلاده تؤيد استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وتابع أن استغلال موارد برنامج الاستثمار الأوروبي التي تقدر بنحو 1 تريليون يورو في إقامة مشروعات اقتصادية صديقة للبيئة سيكون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح. أكد كارنيمر وزير داخلية النمسا أن الحكومة اتخذت من مكافحة الهجرة غير الشرعية هدفا استراتيجيا لها، وقال أنه من الضروري العمل من أجل التوصل إلى حال على المستوى الأوروبي، لكننا بحاجة أيضا إلى البحث عن الحوار والتقارب في مواقف الدول الأوروبية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية. وطالب نيمر بالتوسع في إبرام اتفاقيات مع دول المنشأ في الهجرة بما يساعد اللاجئين على العودة الطوعية والعدول عن اللجوء إلى النمسا وأوروبا. أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوي أن القوات المسلحة تتصدى بكل قوة لكافة التحديات بشجاعة وثقة، وتعمل على تأمين حدود البلاد بكل نشاط. وذكرت أن المخاطر الأمنية تزداد بالنسبة للنمسا، مما يتطلب تطوير مستمر في السياسة الأمنية والدفاع الوطني، موضحة أنه كلما زادت التحديات تعقيدا يجب أن تكون إجراءاتنا أكثر وضوحا. أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية سيرغي لافروف اليوم أن الاجتماع الأخير حول الاستقرار الاستراتيجي بين الدبلوماسيين الأمريكيين والروس في فيينا لم يسمح للطرفين بتحقيق نتائج باهرة، لكن الحوار مستمر. وأكد قائلا: سنسعى جاهدين لضمان عدم بقاء عالمنا بدون اتفاقات، والتي على الأقل بطريقة ما تقيد وتسيطر على الأسلحة وخاصة النووية وقضايا عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. إنفوغرافيك لنكتمل بالمعرفة.